هاي أنا نيهان نور مقداد، تعرفت على ميسا عسف أكاديمي من الإنستغرام، وأول ما فكرت أخذ الكورس كنت عم فكر إنه شو الكورس ممكن يزيد لي. أنا كورنتلي بشتغل بكوربريت وورلد، ماني كتير بالستايلينج والفاشن، بس بنفس الوقت كتير بحب الستايلينج والفاشن. لما جيت على الكورس كان عندي تصور إنه أنا رح أخذ موديول بوكلت ورح أخذ هيد المعلومات وأمشي، بس اللي لقيناه بالكورس اللي كان كتير مختلف إنه في كتير براكتس، في كتير إكزامبلز، كيف نحن على الأرض الواقع كيف فينا نطبق كل الثيوريز الموجودة بالستايلينج وناخد التكنيك الصح لحتى نعرف نحن كيف هيدا الموضوع نطوره لقدام. فكتير كان الوركشوب حلو، تعرفت على جروب كتير 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 حلوين، كتير بنات كتير مهضومين، قدرنا نقضي وقت كتير حلو ممتع مع بعضنا واستفدنا من خبرات بعضنا لأنه كل وحدة كانت عم تزيد تاتش بالوركشوب. وميرسي كتير وثانكيو.